أهلا وسهلا فيكم بالدرس الأول من دورة كيف تصمم جزيرة على برنامج Unreal Engine. وأنا بجهز لهذا الفيديو لهذا الدرس أنشأت بالغلط هذه الجزيرة أو هذا المستوى هذه الحلقة، يعني شكلي تحمست شوي وأنا قاعد أجهز للدرس فأنشأت هذه، فراح بنهاية هذا الدرس راح تكون أنت جاهز تسوي نفس هذا المستوى. الفكرة كانت إنه يبدأ اللاعب من هون، يصير ينزل لتحت ويصير يمشي حتى يوصل لنصف الخريطة ويحارب البوس الموجود في نص الخريطة. فراح أنت بإمكانك بنهاية هذه الدورة بنهاية هذا الدرس تأسس نفس اللي موجود في هذا الفيديو. الآن الفكرة لو أنا ضغطت بلاي شغلت راح تلاقي اللاعب، خلينا نضيف له سلاح للاعب، نرفعها شوي لفوق نشوف البلو برينتس، نضيف له سلاح نحط له اياه هون ونسوي بلاي. الآن بيبدأ اللاعب في هذه المنطقة، باخذ السلاح اعطيني السلاح، بعدين بنزل على الرامب هاي، ممكن يكون في وحوش هون بقتلهم وبمشي بطريقه. فهو انت وانا بسوي اتحمست شوي سويت هذا المستوى، ونفس القصة راح تكون، راح يكون في عندك هون وحوش وبعدين راح يصير يمشي لقدام، بدك يوصل للنصف الخريطة راح يصير في عندك معقبات ممكن اكيد في الطريق، انت مصمم الحلقة راح تأسس هذا الاشي بطريقتك، ممكن تكون في هون اشياء ما بعرف انت ايش راح تحطه في لعبتك، ولكن راح انت بنهاية هذا الدرس راح تأسس نفس هذا المستوى او مش نفسه يعني، لكن انا راح اشرح لك بالضبط كيف انك ممكن تسوي نفس المشهد اللي قدامك. طيب خلينا الان نبدأ، خليني اطفي الانريال انجن وشغل سيف سيلكتد، خلينا ننزلها لتحت. انت بتفتح الابيكس جيمز تبعك، بتشغل انريال انجن 5 لايبرري، انريال انجن 5. الان بدي اقول لك شغله، اذا انت اول مره بتشغل تدخل معي على انريال انجن، راح احط الان في الديسكربشن ثلاث فيديوهات، روابط ثلاث فيديوهات. الفيديو الاول اللي هو كيف تنزل برنامج انريال انجن، الفيديو الثاني كيف شرح الفيو بورت اللي هو نوافذ البرنامج، والثالث اللي هو نافذه اللعبه، الفيو بورت عفوا نافذه اللعبه. فراح تلاقي الثلاث روابط هاي. انا بعتم الان ببدا هذا الدرس على اساس انك انت اصلا فاهم كيف تشغل برنامج انريل انجن. طيب خلينا نسوي نسمي الملف، نسميه تيست مثلا games third person تيست بدون سبيس اي ان في، ونعمل كرييت، اخترنا ثيرد فيرست بيرسون شوتر. الان ركز على الديسكربشن انك راح تلاقي فيه ثلاث فيديوهات، هذول الفيديوهات لانك انا الان ما راح اشرح التفاصيل الدقيقه كيف انا بكبس جوا الشاشه، فوت على الفيديوهات القديمه تبعيتي وحتعرف كيف تتصرف معها. خلينا نيجي نشوف كيف Unreal Engine. ننزل انا هاي اللي تحت، نستنى يفتح طول البرنامج شوي بسيطة. تمام الان خلينا اول ما بدأت اللعبة راح يعطيني هذا المستوى، انا هذا المستوى كل ما بدي اياه. خليني اضغط على File New Level. طبعا انا كل الفكرة اني انا سويت اللي هي First Person Shooter، الفكرة في الموضوع اني لما اضغط Play بيعطيني شخصية جاهزة، ما بدي ابرمج شخصية كاملة حتى امشي في المستوى اللي حنصممه، وحيعطيني كمان سلاح حصير استخدمه جوا الليفل اللي انا حسويه. طيب هو مبرمج ليها جاهزين، خلينا نضغط على فايل نيو ليفل، نختار بيسك، تمام، نضغط بعدين كرييت، ممتاز. الان اعطاني ليفل كامل جديد، خليني ازود سرعه الكاميرا، خليها على 7 عشان اعرف اطلع واتحرك بسرعه، ممتاز. لان انا بسوي ليفل كامل، فالليفل لما تسوي ليفل انت بالعادة بتصير نتحرك بسرعة عشان نغير مساحة كبيرة. نسوي ديليت لهاد. الآن عندك هون فوق في سيلكت مود، اضغط على هاي وادخل على لاندسكيب. اللاندسكيب اللي هي أراضي المناظر الطبيعية بسموها لاندسكيب. نضغط على لاندسكيب، لاحظ انت هون ملي منطقة خضراء، المنطقة الخضراء هاي هي اللوحة الكانفاس، اللوحة اللي احنا حنشتغل عليها. الآن في عندنا هون مجموعة خانات، خلينا اول واحدة محددنا اللي هي نيو. الان بدنا نسوي كانفاس جديد او لوحة جديدة نشتغل عليها، تمام. الان احنا عندنا ثلاث خيارات فوق، مانج سكوبت اللي هي النحت والبينت الدهان يعني او التلوين او اللي هو، حنبدا بالمانج. في عندنا نيو، بدك اول اشي بدك تعرفه انه في النيو انت تقدر تختار الماتيريال، احنا ما راح نحط ماتيريال،
وبعدين تقدر تغير اللوكيشن والروتيشن الدوران والسكيل. انا ما بحب اغير السكيل لانه لما اغير السكيل بغير عندي ريزوليوشن، ما بحب اغيره، بحب اخليه كله على 100. كان اضغط على السهم اللي هون لاحظ برجع لي كل شيء بحجمه. لكن عندنا هون سكشن سايز، هذا كمان راح يغير السكيل تبعنا. فخلينا مثلا لو انا حطيته على 255 ضرب 255، لاحظ قديش كبرت الدنيا عندي. انا ما بدي اخليها، بدي اخليها منطقية 63 في 63. كمان عندنا هون 8 في 8، بدي اخليها 8 نمبر اوف كومبوننتس. لو انا زودت كان طلع صارت عريضة، فانا ممكن اخلي الارض طويلة ومن هون قصيرة على شكل مستطيل. ونفس الاشي في الارقام اللي تحت هاي overall resolution خليها 8 8. الان ممكن كمان نضغط fill word. اضغط fill word راح يغطي كل المنطقة. لاحظ انت fill word اعطاني مساحة جدا ضخمة للشغل. انا مش محتاج هاي المساحة في هذا الدرس، 8 في 8 بتكفيني. الان انا عبيت لك البيانات. الان احنا ايش سوينا؟ بس بنحدد اللوحة اللي هنشتغل عليها في هذا الدرس. خلينا نضغط create. لاحظ الان عمل لي ارض كاملة هون، شايف المربعات الموجودة. ولو ضغطت انا start حتنزل الشخصية تبعيتي على الارض اللي انا انشأتها الان. طيب الان صار عندنا الارض نشتغلها في عندنا. لاحظ انا اول ما ضغطت على create حولني على الايقونة الثانية اللي بعدها sculpt اللي هي النحت. هسا قبل ما نبدأ بالنحت انا بدي اشرح شوية اشياء جوا المانج. الان في عندنا هون import، انت ممكن تدخل ملفات جوا البرنامج وتضيف اشي على اللعبة تبعيتك. اذا بتعمل امبورت بصير يعمل لك زي اللوحة اللي هي ابيض اسود طالع نازل، المكان العالي اسود، كيف الخرائط اسود ابيض. فانت ممكن تجيب الملفات من برا وتضيفها. الان احنا ما راح نسوي امبورت لاي شيء. خليني احكي كمان، انت طبعا لازم انا اشرح لك اياها عشان تكون انت بالصورة انها موجودة. في عندك كمان سيلكت، يعني انا الان ممكن احدد منطقة. لاحظ انا بحدد الارض هاي او بظلني كابس على الماوس وبحدد منطقة معينة. الآن أنا من بحدد هدول الأشياء ممكن أخذ عنهم نسخة وممكن كمان أمسحهم. يعني لو أنا مكبس ديليت عملت على هاي الكبسة، لاحظ مسح لي المنطقة هاي. طيب خليني أعمل أنا على كنترول زد أندو. أنا لما كبست سيلكت حددت الأراضي، لو رجع أكبس عليها مرة ثانية بشيل التحديد اللي أنا حددته. طيب في عندنا كمان آد، أضف. الآن الآد أكيد أنتم فاهمين عن فكرة الموضوع، بتيجي على الزاوية بتكبس تضيف ارض تانية اضافية مساحة جديدة. وكمان عندك ديليت، نفس الفكرة، تسوي ديليت لمناطق معينة كمان بصير، بتقدر ترجع تضيف براحتك. فهاي فكرة اد وهاي ديليت. وموف كمان نفس الشيء، بتحدد منطقة وبتنقلها لمكان اخر. الريسايز، الريسايز هي انت لما اجينا اسسنا احنا الارض تبعيتنا، اذا انت صار عندك خطأ في المساحات اللي انت سويتها وحاب تكبر المساحة للكانفاس للوحة تبعيتك، تضغط على ترجع بدون ما ترجع تسوي أرض جديدة وتعيد المشروع، تدخل على ريسايز بتغير المساحة. يعني افترض أنا بدي أخليها 255 255، لاحظ أنت الآن بكبس أبلاي كبر لي إياها. خلينا نرجع على المساحة الطبيعية اللي عندنا أصلا من الأساس. هو أوكي، هو ليش صار الآن هون؟ خلينا نشوف في عنا غلط صار. طيب نعمل ديليت في الاصل، سلكت نفسح لي هدول. خلاص احنا بلشنا نخبص هسه، تمام خليهم، مش مشكلة. الارض كويسة، مساحة مش مشكلة، بديش اغير. الغريب انه انا حطيتها على 63 في 63 ابلاي وما سواهاش. طب خلينا نجرب 31 31 كمان، علقت خلاص بدو تشيلها. طيب الان ايش راح نسوي؟ راح نعمل الان نكمل اخر واحد سبلاينز اللي هي بتحط مجموعه نقاط بيسوي لك اياها زي طريق، او مثلا انت بدك تطلع طلعه او بدك تسوي طريق يمشي فيه سيارات شارع، فبتختار هاي بيرسم لك اياها رسم. يعني هاي لما تصير انت ادفانس ومتطور كثير في البرنامج ممكن تاخذ هذا الموضوع في الكونسيدريشن، يعني تصير تفكر انك تستخدمه. طيب الان صار عندنا الارضيه اللي احنا حنشتغل عليها. طيب خلينا نشوف الان الشخصيه موجوده، الارض شغاله، مع انه صار في عندنا خطا
بس خليني اعتبر انه ما صارش، اعتبر انه ما طلعش عندي خطأ، انت يفترض ما يطلع، ما يصير عندك زي ما صار عندي. طيب الان نفوت على اداة النحت، نبدأ الان الشغل. حنبدأ الان نشرح الادوات واحدة واحدة من هذول، ونشرح كل اداة وكيف تشتغل. اول واحد، اول اداة اللي هي اداة النحت سكاوت. طيب اداة سكاوت هاي لما يجي نأشر، تلاحظ انت في عندي صار زي فرشاي. طبعا هي خلينا نحكي ان كل هاي فراشي، مش عارف كلمة فراشي صح جمع باللغة العربية ولا برشز فرشايات ولا فراشي. تمام. الآن عندنا أول فرشاي الموجودة عندنا، لو ضغطنا عليها واختلنا برش تايب، لاحظ أنت في عندي مجموعة فراشي بأشكال مختلفة. خلينا نختار الفرشاة الأولى اللي هي السيمبل ونضغط هون. لاحظ الآن لما أنا ضغطت إيش عمل هو؟ عمل لي شكل زي جبل صغير طلع لي على فوق. طيب خليني الآن أنا أغير الفول أوف، نشوف الأداة الثانية، بدنا نحط واحد جنبه ونشوف كيف راح يطلع لي. لاحظ أنت هذا من فوق عريض، هذا أخف والجوانب حادة. لاحظ أنت هون كمان في منطقة بنزل بنعومة، هون بنزل بحدة. طيب خلينا نيجي على الأداة اللي بعديها ونضغط كمان، لاحظ انت صارت انعم. الان هون راح تلاقيها صارت زي الدبوش او يعني حادة. لاحظ هذول الاربعة، هذول نفس الفرشاي اعطت اربع اشكال مختلفة للجبل اللي بيننا. طيب الان في عندنا كمان في البرش تايب عندنا كمان نوع ثاني الالفا. الالفا هذا طبعا احنا راح نستخدمه كذا مرة، بس خلينا ناخذ نظرة. لاحظ انت لو ظلت كابس انا ايش عمل؟ عمل لي شكل مختلف، عمل لي جبلين او غار، يعتمد على التكستشر اللي حتختاره. فلو احنا اخترنا مثلا الكلي، لاحظ انت الان كيف قاعد بيسوي لي الارضيه بطريقه مختلفه جدا عن اللي قبل شوي عملناها. نرجع مثلا ناخذ الدائره، لو اجينا هاي لاحظ انت كيف سوالي المنطقه. يعني ممكن تحط انت هون جوات هاي المنطقه مي في الليفل تبعك. طيب احنا راح نسوي الان، راح نصلح كل اشي قدامنا، بس انا لازم اشرح لك بالتفصيل كل اداة، ما تستعجل. خلينا نكمل. الان عندنا الاداة الثانية استخدمناها، عندنا كمان الاداة الثالثة، هاي الفرشاية الثالثة سوري، نفس الاشي. خلني نجي هون نأثر على هاي، لاحظ انت قاعد بطلع لي اياها لفوق. كل واحدة من هاي الادوات الفراشي كل واحد بتعطي خاصية مختلفة. طبعا هاي نفس الاشي كمان تعتمد على التكستشر. خلينا نختار اول واحدة، لاحظ انت وانا بسوي قاعد، طبعا هو انت انا خليني اجي من تحت حتى تبين، هو قاعد بيطلع لفوق. طيب الان الاداة الاخيرة هاي حقيقة انا مش عارف ما يمكن استخدمها لليوم، انا في حياتي ما استخدمتها، بس يعني يمكن لما بسووا العاب اللي هي كلها مربعات بيستخدموا جبل مربع او مجسم مربع، يعني مش عارف طلع كيف قاعد بيطلع معي. طيب الان هذه الفرشاية الاولى. طبعا خليني ارجع انا على الفرشاية الطبيعية واشرح الشغلات تحت. في عندك هنا التول سترينث، قوة الفرشاية. لاحظ انت لما انا لسه يدوب كبست لمست الماوس بل على طول طلع لي جبل فوق. الان هذه هي قوة الاداء. هم بالعادة بتكون على 0.3 اللي هي لما اضغط انا باخذ وقت هو يطلع في الجبل. طيب الان بعد هيك التول بروش حجم الفرشاي، بدك تسوي جبل عملاق مره واحده، فبتكبس على التول بروش هون بتكبر الحجم، وممكن تخليه صغير براحتك انت شوف المناسب. البروش فول اوف، لاحظ انت الان الدائره اللي انا حاططها فيها دائرتين، دائره جوا ودائره برا. الدائره الخارجيه هي مدى النعومه بين الدائرة الداخلية والدائرة الخارجية. خليني ارسم الان انا جبلين، هاي الاول، هذه بالدائرة اللي فيها نعومة. لو خلينا هاي على الواحد، لاحظ صار في نعومة اكثر. طيب لو انا شلتها للصفر لاحظ الفرق. الان ايش اللي بصير؟ بصير الفرشاي بتأثر من الدائرة للدائرة البيضة لونها ابيض، هذه على طول بتنفذ 100% الحجم. والدائرة الخارجية بينها وبين الدائرة الوسطى بتسوي زي شوي شوي بتصير في سلوب بينهم. طيب
الآن سوينا تعلمنا على الفولس البرش فول اوف والبرش سايز. خلينا الآن نفوت على السموث. السموث هاي أداة تنعيم بتنعم الحواف. مثلا لاحظ انت الآن انا بدي انعم الحواف، شوف كيف نعمت، هذا كان خشن كثير. نفس الاشي بقدر انعم انا هاد اللي كان شكله افش. مين بيحكي افش؟ اي لهجة هي افش؟ انا ما بعرف الصراحة. طيب الآن لاحظوا انا ضبطت بأداة اللي هي السوفت. الآن بدي أعطيك معلومة حلوة، اضغط على الكيبورد كنترول والت مع بعض بيعطيك صورة لقبل وبعد. الآن أنت أغلب الأدوات في برنامج Unreal Engine تقدر تضغط كنترول والت بيعطيك شرح إضافي على هاي الأداة. الآن أنا ماشي على سموث، ضغطت كنترول والت بحكي لي اللي على اليسار الآن هي القبل واللي على اليمين بعد، فبقول لك إنه على اليسار إنه كانت في خشونة بعدين نعبناها بهاي الأداة. ونفس الاشي انت بتستخدم اداة النعومة بنفس الفراشي اللي انت كنا نستخدمها في اداة النحت. الان في عندك تول سترينج كمان قوتها، قوة الاداة قديش بتعطي بسرعة، بتلاحظ انت نفذت الامر بسرعة كبيرة. طيب وهنا كمان ريدس الدائرة تبعيتها، عندنا هون تول براش سايز وعندنا البراش فولوف، نفس الادوات اللي استخدمناها قبل شوي. طيب الفلاتن كمان هاي خلينا نضغط كنترول الت. ايش الفكره في هاي الاداه؟ الان بقول لك قبل كان في عندنا جبل، الان بدنا ناخذ نسخه من الجبل نطلع برا بدون ما نضل نرفع نرفع نرفع. يعني على سبيل المثال انا خليني اجي على هاي الاداه، لاحظ انت الان خليني اجي هون، شوف انا بدي من هاي النقطه هون اخذ اخلي الجبل يجي مستقيم بدون ما ارفع، يعني انا ما فيش داعي اجي هون واطلع لفوق زي هيك. انا بدي امسك الاداة هاي واجي من هون احطها في النص واكبس واسحب. لاحظ انا الان طلعت على مستوى واحد نفسه سحبته وخليته نفسه، لو انا جيت انا شغلت الشخصية بتلاقي الارض مستوية. فهو ايش سوى بالحركة هاي؟ حدد المستوى انه يكون مستقيم واخذ نفس الليفل نفس المستوى ومشى بخط مستقيم من نفس من مستوى معين احنا ضغطناه وحددنا عليه. فهي هي الاداة اللي احنا اخترناها للفلاتن. طيب ونفس الفراشي والاشياء اللي احنا شرحناها قبل شوي، بس في هنا فلاتن مود اللي هي فوق وتحت. ايش الفرق بين الثنتين؟ تعالوا نشوف. الان لو حكينا رايز اللي هي المنطقة العلوية، انا بسحب، لاحظ انت مكان اللي ضغط فيه اخده ورفع لي الارض. الان لو حكيت انا لور، لاحظ الان انا بدي اكبس هون، ايش سوى؟ نزل اللي حواليها لمستواها. الثانية الاولى رفعت، الثانية نزلت. في واحدة ترفع وواحدة بتنزل، فكويس اني اشرح لك هذول الثنتين. طيب واحدة ارجع اوضحها مرة ثانية، انا بدي انزل الان هذا الجبل لتحت، لاحظ انا ضغطت في النص نزل الجبل لتحت. طب انا لو قررت اني ارفع رايز، برفع هذا الجبل بضغط فوق وباجي برفع الجبل اللي نزلته، اخذت المستوى العالي وصلت معه وخليته كلها عالية. الثاني اللور اخذت المستوى الواطي والعالي نزلت له اياه. فهاي الفرق بين الثنتين. واذا خليت بوث مكان ما بتضغط هو لحاله بيسوي الارض بين اثنين. تمام. الان في عندنا كمان اداة الرامب. الرامب اللي هي يعني رامبة جسر، انت طالع على جسر. خلينا نحط مثلا النقطة الأولى هون، النقطة الثانية هون، لاحظ أنا عامل لي زي جسر هون. الآن أنا بقدر أتحكم فيه عرضه بسمكه، بقدر أشوف مثلا نقول زي هيك وأكتب وأكبس add ramp، ضغطت، لاحظ الآن عامل لي أرضية. لو جينا هون سوينا play، لاحظ الآن أنا هون باجي بطلع عادي في عندي رام. طب انا ممكن اجي اعمل رام تاني كمان، اضغط هاي هون اسكيب، اضغط هاي هون وهاي هون واعمل هاي حيف كثير واضغط اد رام. لاحظ انت الان انا ايش عملت؟ رام صغيرة يا دوب صغيرة بطلع عليها قاعد، عملنا رام الان. طيب
هذه رامب، ايش بتسوي؟ بعمل لك طريق طلعه على جبل، على جسر، على اي شيء، انت بتختار الرامب اذا بدك تضيفها ولا لا. طيب الايروجن، الايروجن اللي هي اداه بتنعم الخشون الحاده، يعني احيانا بيجيك منطقه زي هيك، تيجي انت بتعمل زي هيك بتنعم لك الخشون الحاده، وفي نفس الوقت بتعمل شغل كثير كثير ممتازه. الان انت في المستوى تبعك في اللعب شايف الارض، طيب لو اجينا احنا وسوينا بلاي، مش منطق اللاعب هو بيمشي بالارض يشوف الارض هيك منتظمه، يعني حتى لو حطينا عشب وارض تكون الارض منتظمه 100%، غلط. بالعاده احنا بنظبط للاعب تبعنا الارضيه. لاحظ انت الان انا ايش بعمل، قاعد بخشن في الارضيه. ايش اللي بيصير في الارض؟ خليني اكمل شوي، انا قاعد الان بخشن، انت شايف شو بصير؟ قاعد بصير في منظر من انه واضح عندك. طيب الان شوفه، خلينا نسوي بلاي. تمام، شوف انا ايش سويت، خشنت الارض بطريقه بطلت منتظم 100%، فصار اللاعب يطلع وينزل، فصار في يعني مشهد منطقي، مش من المنطق انك انت تخلي الارض ناعمه، خلي الارض فيها طالع نازل. الارض طبيعيه انت بدك تسوي رمل وحجار وصخر وشويه شجر، في الارض مستحيل تكون مستويه 100%، او بلاش مو مستحيل بس يعني مش منطق تكون كل الاراضي مستويه. تمام، فهذه بتستخدمها اداه الايروجن للموضوع هذا، تقدر انت تقويها. الان لما تقويها بتصير تعطي تاثير اكبر، لما تقوي تول سترينج. تمام، الان لاحظ انا في عندي هون اللور، انا بدي اياها ترفع شوي الارض، انا بدي اياها دائما نازله، وممكن انا احطه انا هون بوث. في حاله البوث لسه كمان الوضع بيكون مختلف، بتكون الارض لاحظ هناك كان نزلناها وبعدين رفعناها، الان حطينا بوث. في حاله البوث بينزل جزء وبطلع جزء، خلينا ناخذ كل الارضيه هاي. الان انا بعمل قاعد في الايروجن على كل الارضيه من هون، خلينا نعمل هاي من هون، نعمل هاي من هون زي هيك. تمام، الان لاحظ الارضيه صارت طالعه نازله، مش بس مجرد نزول او طلوع، وصار بامكان اللاعب يلعب على ارضيه كثير منطقيه، وبقدر يمشي في مكان عادي جدا، كثير بيكون منطقي جدا لاي لاعب، وراح يستمتع في اللعبه، بيكون هيك اكثر متعه الصراحه اللعبه، حيحس انه عن جد جوا عالم حقيقي. تمام، فاحنا الان اضفنا سواء تعلمنا الايروجن، الهايدرو هي نفسها ايضا ايروجن، لكن ايش الفرق؟ الايروجن هي قوية في التعديل، بتسوي تعديل قوي على المجسم، يعني لو اجينا احنا هون وشفنا منطقة زي هاي وعدلناها، لاحظ انت السرعة في القوة تبعيتها، فأداة الايروجن قوية. الآن الهايدرو ايروجن ناعمة، لاحظ انت ان التعديل الخشونة بتروح بنعومة، بتحس انه زي مي بتيجي عليها بتنعمها بنعومة المي الهايدرو ايروجن. خلينا نجي هون ننعم، لاحظ خلينا نشوف هون ننعم شوي هون، لاحظ انت بنعم فيها، بس لو جيت استخدمت الايروجن بوكلها اكل، فلا خلينا على كنترول زد انا ضغطت، فالان هذه الاداه الهايدرو، انه هي نفس الاشي فيها، لا فيها بوث بوزيتيف. تمام، خلينا نسوي زي هون. الان صراحه انا ما بعرفش، انا بستخدم عاده البوث، بستخدمش البوزيتيف. طيب الان عندك النويز، النويز هي تاثير قوي بيصير في منطقة معينة، الآن يعني هي نفسها بتبني جبل قوي جدا وبسرعة كبيرة، وبتسوي كمان وديان قوية. لو جينا احنا واستخدمناها هون، لاحظ انت الجبل قاعد بيصير بسرعة، ولاحظ انت قاعد بنزل من جهة، فهو ايش اللي بيسويك؟ خلينا نحكي بس مثلا انا بدي اد، بدي ينزل، شوف السرعة في تعديل، في نفس اللحظة قاعد هو ببني لي قاعد جبال وبعمل لي مناظر قوية زيادة. هذا اللي هو النويز في حالة الاد اللي هي اضافة. لو اخذنا الصب اللي هي سبتراكت اللي هي نقص، فانا ممكن اسوي وديان كمان في هاي المنطقة واعملها زي هيك، بصير عندك الارض لتحت، فبصير عندك طلع دخول جوا تحت الارض، وهون فوق صارت عالية. طيب هاي بالنسبة للنويز. الان في عندنا هاي الاداة كمان، هاي ملهاش صورة، هاي الاداة راح تكون يعني انت ما تستخدمها، ما في لها داعي، يعني انا نفسي بستخدمهاش، بتسوي عبارة عن تنعيم ايضا،
وبتسوي كمان بتسوي تظبط الاكس مع الواي، غالبا ما بنستخدمها. طب خليني اشرح لك اياها بطريقه افضل. خليني نشوف ان المنطقه عنيفه شوي. لاحظ انت هون في عندنا المنطقه هاي، خليني امرق عليها الاداه. ايش اللي بصير لما يكون في منطقه حاده؟ خليني اسوي انا اسوي لك واحده عشان تكون اوضح. خليني اجي هاي هون نطلع هاي لفوق، بدي منطقه حاده. خليني نحط رامب من هون لهون ونعرض هاي شوي زي هيك ونسوي زي هيك اد رامب. لاحظ لي انت المنطقه هاي هون في هون خشونه في المنطقه، انا بدي اذوب المنطقه اللي فوق مع المنطقه اللي تحت، فباجي بختار اللي هي الاداه الريتبلايز، بضغط عليها وبضغط هون. لاحظ الان انا ايش بيسوي هو. خليني ارجع انا مره ثانيه اسوي اجيب لك المشهد اللي قبل كنترول زد. الان انا بدي استخدمها، خليني اسوي هاي بدنا هاي الصفر، خليني اصغر هاي شوي. الان باجي على المنطقه الخشنه اللي هون، بضغط عليها بكرر عليها كذا مره. الان ايش هو بيعمل؟ بذوب الحواف، بدل ما تكون الحواف هون خشنه بيروح بنعمها انها تصير اقل خشونه. طبعا الاداه صعبه شوي، انا عن نفسي بستخدمهاش، انا بستخدم سموث عادي، بس طبعا انا بستخدمهاش بالقوه هاي، بخليني اسوي السترينث اضعف. بصير استخدم اصغر شوي البرش سايز، وبصير انعم شوي شوي المنطقه واظبط اللي بدي اياه. طيب هذا بالنسبه للادوات. الان الفيزيبيليتي، ممكن انت كمان بدك تسوي نفق من هاي المنطقه. الان هذا ما راح نستخدمها الان هاي، بس تضغط على فيزيبيليتي، بتضغط هون بورجيك المنشهد، بخليك تشوف من الجبل من الجهه الثانيه، بعطيك بخليك تشوف جوا الجبل كانك عامل نفق عادي يعني. الميرور، الميرور هاي الان لاحظ لي انت المنطقه هاي، في عندنا هاي الجهه وعندنا هاي الجهه، انا بدي انسخ الاشياء الموجوده في هذه المنطقه على هذه المنطقه، فبختار انا اكس ناقص اكس 2 زائد اكس او العكس. انا ممكن بدي بالواي، بدي انسخ من هون لهون. خلينا نقول مثلا احنا من ناقص اكس لزائد اكس ننسخ هذا المنظر في هذه المنطقه او بالعكس. خلينا العكس، نسوي ابلاي. لاحظ الان انت ايش سوى، هو الغى كل شيء مكان موجود ونسخ بالضبط اللي موجود هون، حطه هون 100% كل شيء نسخه. طيب الان سيلكت، انا ممكن احدد منطقه معينه، مثلا انا عاجبني هذا الجبل وبدي اخذ منه نسخه، بحدده زي هيك بدهنه. تمام خلينا نكون دقيقين في التحديد. بعدين ايش بضغط انا؟ كنترول سي اللي هي كوبي. لاحظ هو حدد لي الكوبي هون وعمل لي هو عليه هذا التحديد اللي باللون الاصفر، وبقدر انا اغير المكان هون، اختار مثلا احطه هون، وبقدر كمان اعمل له دوران بهذا الشكل، وبقدر كمان اعمل له تغيير حجم زي هيك. بعدين بضغط كنترول في، بعدين بضغط سكوت. نلاحظ نفس الجبل اللي كان هون راح بنى لي هون، ما اخطا في، خلينا نشوف بس نتاكد هذا فيه اصلا كلير ريجن. صار في خطا فيه لما غيرنا الحجم. بجميع الاحوال هو يفترض ينس، لا لا انا بقول لك ايش اللي صار، دقيقه نرجع نسوي سيلكت. اللي صار اني انا عملت سموثنس ونسيت اشيل سموثنس. خلينا ناخذ هاي، عفوا تمام، نضغط كنترول سي. الان في عندنا هون البرش سايز، وين وين 82، اول شيء نحدد هاي هون نحطها في 80 80، انا مش شايف ال 80. في أداة تنعيم أنا مش لاقيها، فول أوف، خلينا نحط فول أوف صفر ونحط سترينث. طيب لصق، نرجع مرة ثانية هون هو. طيب ونشوف هاي كلير، نفس الجبل بالضبط نسخه حطه هون. في حالة التكبير صار في خطأ في أداة السموثنس، مش عارف شو اللي صار بالضبط، بس يفترض انه كان في خلل في السموثنس تبعه. طيب الان احنا شرحنا كل شيء، خليني انا الان
أبدأ أصمم لك مستوى وتشوفني وأنا بشتغل في تصميمه. خلينا نبدأ. خليني أول إشي أروح على أول أداة، أداة النحت. خليني أختار الفرشاة العادية، أو حتى لا، بدي أخذ الألفا. خليني أخذ الكلي، تمام. بدي أكبر البرش سترينج كلي زي ما هي، برش سايز نكبر هاي شوي. طيب كمان شوي زيادة. بدي أبدأ أنا أطلع الآن جبال وأبدأ أسوي المستوى زي المستوى اللي بنيت قبل شوي. خلنا نعمل أنا زي هيك. الآن أنا اخترت الكلي، تمام. خلنا نبدأ الآن نعمل هاي من هون زي هيك، وببدأ أظني كابس على الماوس وببدأ أرسم من بنفس الأداة وبحرك أنا الماوس. شايف ما هون لساتني كابس على الماوس، تمام. الآن باجي من هون زي هيك. بس أنا نسيت أشرح شغلة مهمة. الآن لو أنا إجيت هون، أنا كنت بضغط بطلع لفوق. طب أنا افترض أنا بدي أنزل لتحت، بضغط شيفت بكبس بنزل لتحت. هاي نسيت أذكرها في البداية، فأنا ضغطت شيفت بقدر أنزل لتحت. خلينا نرجع الآن أندو ونرجع مرة ثانية على الأداة هاي ونعمل زي هيك كمان بتصير بالدائرية، ممتاز. الآن خلينا نسوي إيروجن لهاي، نشيلها. أوكي خليها ناعمة، تمام. أرجع أنا أعمل هاي هون زي هيك حتى ما بديش إياها، دو تمام. نعمل هاي من هون زي هيك. بتعرفوا أنا تذكرت هسا مين؟ تذكرت ناروتو إذا حضرتوه. بدي أحط أنا هسا هون الهوكاجي على الجبال، أحط 4 هوكاجي هون. طيب تمام نمزح معكم قاعدين. طيب الآن سوينا الجبل الأول وعندنا هذا الجبل ومن هون. طيب نرجع نحن نيجي من هون كمان نعمل هاي زي هيك ونأخذ هاي ونبدأ نسوي المربعة، نعملها خشنة زي هيك، نيجي نعمل هاي من هاي الناحية، تمام. كويس هذا الشكل، أوكي تمام. أنا هسه هيك صار عندي سلسلة جبال من هاي الجهة، نخلص هاي من هون كمان. شوف كويس زي هيك. طبعا بطبيعة الحال حتى لو أنا خربشت ورا هون وخربت الدنيا معاي مش مشكلة، أنا بهمني قدام. ليش؟ لأنه أنا أصلا رح أمنع اللاعب يوصل لهاي المنطقة من هون، بس ممكن عادي أبنيها كمان، يعني ما مو مشكلة. بس بجميع الأحوال أنا مو محتاج إني أبني ورا الجبل. نطلع هاي لفوق كمان. طيب أنا عندي هاي المنطقة النويز مستخدمينها فيه ورح نخليها. خلينا نستخدم شوي إحنا منطقة للمي هيك تكون في براكين أو شيء زي هيك هون، ونعمل واحدة ثانية هون زي هيك. الآن ممكن نوصل هدول مع بعض، نجي على هاي نخفف هاي ونزيد هاي اللي هي البرش فول أوف، ونعمل وصلة بين الاثنين. أوكي خلنا نخشن شوي فول أوف صفر. طيب ارفع لي هدول، اوصل تنتين المي مع بعض، اعمل فتحة من هون زي كمان زي هيك. اوكي الان ايش بصير؟ بتصير في مي هون، مجموعة مياه تتنقل هون. ممكن عادين نعمل هاي مثلا هون زي هيك، وتصير المي تنزل لتحت وتصير في عنا مي هون، وتصير عنا الجبال مي، او ممكن حتى يكون براكين الارض كلها حمراء عادي. طيب نكمل الآن، نيجي على السموثنس، لا مش سموث عفوا، نضغط هون نغير هاي ونحطها على الكلي، نرجع نكبر شوي البروش. اوكي بس عشان نخلص بسرعة نخليها كبيرة كثير. اوكي alright، يكسر عنا جبل كويس من هون كمان. شوف المشهد من هون. طيب خليني انا اعمل شغلة، احط مثلا انا قطعة ارض. خلينا نستخدم، تعرفوا نستخدم الاداة اللي انا بستخدمهاش. وين راحت؟ ايش نستخدم؟ نستخدم هاي
ونرفع هاي هون شوي زي هيك، ونعمل رامب عشان نسوي تطبيق لكل الأدوات اللي احنا استخدمناها. اد رامب، نعتبر انه اللعب حينزل من هون زي هيك، ونسوي سموثنس للحواف هاي، نصغر الفرشاي، نصغر الفرشاي كمان، نكبر فول اوف، ونظبط الحواف من هون زي هيك. تمام تمام زي هيك، فببدأ اللاعب من هون وبنزل لتحت، ممتاز جدا. الآن بدنا نستخدم الإيروجن، خلينا نستخدم الإيروجن، نكبر الفرشاي برش سايز تمام، ونحطها على الأرض، نسوي شوية تشوهات في الأرض. حددنا بوث، لاحظ بوث عشان إيش ما يصير في عندنا كثير هبوطات في الأرض أو ارتفاعات زايدة، نسوي زي هيك تمام. الآن نعمل هاي كمان من هون زي هيك، ممتاز. نسوي المنطقة هاي كلياتها، ونعمل هاي المنطقة زي هيك، ممتاز. نعمل هاي المنطقة كمان، اوكي، نسوي هاي هون، ممتاز جدا. الآن صارت عندنا هاي المنطقة زي هيك. الآن بدنا نكمل، إيش نعمل؟ نعمل في النص، طب خلينا نعمل كمان شغلة في النص، نرفع اللي في الوسط، نختار هاي، خلينا نجرب هاي، أوكي، هاي خشنة كثير، خلينا نستخدمها على الحواف شوي، نعطي خشونة للجبل، تمام زي هيك، ممتاز، تمام، نرفع هذا شوي من هون، كثير واطي، ممتاز جدا. نيجي من هون نرفع هاي كمان من هون شوي، اوكي، هيك صار عندنا المنطقة هاي. طيب نعمل هاي من هون. طبعا هو في الاصل بدي اعطيك ملاحظة، لما انت تيجي تخطط انك تسوي مستوى، شوف انا قاعد بألف الان، في الاصل انت بتجيب ورقة وقلم وبترسم عليها المخطط تبع الجزيرة تبعيتك، ترسم الخريطة على ورقة وبتاخذ فكرة، وهذا راح نسوي كمان شوي لما نسوي الجزيرة، نجيب طريقة ان نرسم فيها. خلينا نرجع هون، نرجع مرة ثانية نكمل، اوكي تمام، نرفع هدول، نرجع مرة ثانية للكلي، الكلي قاعد بعطينا منظر كثير ممتاز، نعمل زي هيك، خلينا نختار، اوكي نختار هاي، ممتاز تمام، نعمل هاي من هون زي هيك، اوكي نعمل هاي خشنة من هون، نغير هاي على ثانية، نرجع مرة ثانية. طبعا انت خلينا نشوف هاي كيف شكلها، كويس تمام، نعمل شوية خشونة زيادة في هاي المنطقة حسب التكستشر اللي انت بتستخدمها، ممتاز ممتاز. طيب كويس، نطلع هاي زي هيك، خلينا نحط شوية ظلال، تمام ممتاز، نطلع هاي كمان بشوية ظلال، اوكي نزيد شوية السترينث حتى يصير، اوكي بيرفكت. طبعا قد ما حكيت اوكي انتوا اكيد حتعلقوا علي اوكي اوكي كل شوي قاعد اقول، خلص نغير نقول alright 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 that's good. اوكي هيك يفترض انا خلصت المستوى تبعي. طبعا احنا كمان شوي حنسوي اشي جديد بالفيديو الثاني الجاي، حنسوي، طبعا انا بفضل بتمنى انك انت تسوي لي متابعة على اليوتيوب او على الموقع عرب جيم ديف اللي انا اصلا بسوي هاي الدورة الوحيدة الاولى المجانية اللي انا بعملها، بالعادة انا بعمل الدورات بفلوس بس مش مشكلة، هاي الدورة مجانية عملها. طيب خلينا نعمل هون كمان نويز، شوية نويز هون لتحت زي هيك، نعمل طريق للاعب النشية يروح ينزل لتحت. طيب اوكي هيك صار في عندنا ارضية، ونعمل هاي هون لو عملنا بالليل الآن،
صارت هيك المستوى. طيب خلينا في ملاحظة، أنا عندي اللاعب بطيء، يعني أنا لما بضغط ستارت لاحظ أنا بركض بسرعة بطيئة جدا. وبعدين في ملاحظة ثانية، لاحظ أنت كمان، أنا إذا بنزل بدي أطلع على الحواف الحادة ما برضى يطلع. يعني أنا شوف، أنا بدي أطلع على الجبل ما بتطلعني لفوق. أنا إيش بقدر أعمل بالموضوع هذا؟ طبعا هذا راح تلاقيه بالدورة الثانية كيف أنت تتحكم بالشخصية. خلينا نيجي إحنا نفتح البلو برينت، بس بدي أسوي شوية تعديلات سريعة. أنا بلو برينت، لا تضغط كونتنت فيرست بيرسون، فيرست بيرسون بلو برينت، في عندك هاي تضغط عليها دبل كليك راح يفتح لك البلو برينت تبع الشخصية اللي احنا بنلعب قاعدين الآن فيها. هذا اللي هي هاي برمجة البلو برينت، يعني هاي اللي أنا بدرسها أصلا بالدورات الثانية. خلينا نضغط على هون على الكاركتر موفمنت وننزل لتحت شوي. في عندي أنا هون شغلتين، أنا الكاركتر الشخصية اللي عندي بطيئة فبدي أزيد سرعتها. هون ووك ماكس سبيد 600، خليني أحطه هون. لاحظ أنت السرعة وأنا بلعب، الشخصية جدا بطيئة ممل يعني اللعب فيها، فأنا خليني أزيد سرعته 600، خليني أحطها 2000. انتر كومبايل سيف. الآن خلينا نجرب نشوف السرعة، أي سرعة عن جد هيك منطقية صارت، صار منطقي سرعته، الشخصية سريعة وبقدر ألف الحلقة ممتاز. وعندنا كمان ملاحظة، أنا بدي أطلع شوي، بدي أسوي مناطق صعبة للاعب يمشي عليها. خلينا نيجي هون نضغط على كاركتر موفمنت ونيجي على الووكبل فلور انجل، الزاوية اللي بيقدر يمشي عليها. يعني الآن في أرض عندنا زي هيك، تيجي الشخصية بدها تطلع عليها، إذا حادة بيقدرش يطلع فوقها، إذا ناعمة بيقدر يمشي، ففي زاوية معينة بيطلع عليها الشخصية. الزاوية هاي هي المكتوبة هون 44. الآن أنا بدي أحطها لا بس لأغراض تعليمية 85. كومبايل سيف. الآن أنت طبعا حسب اللعبة اللي أنت بتصممها، لما تدخل على دورة المدينة المحتلة اللي أنا مسويها في بدرس فيها كيف تسوي الشخصية. خلينا نسوي ستارت. الآن لاحظ أنا حطيت الزاوية حادة جدا، يعني حتى لو أنا نزلت في الوادي هذا تحت على الآخر بقدر أطلع على المستوى هذا، بقدر أمشي على هاي. لاحظ بقدر أطلع على هذا الجبل، بطلع على الجبال الحادة. ليش؟ لأني زودت درجة الحدة اللي بقدر يطلعها الشخصية ل 85 درجة، يعني اولموست عمودية تقريبا 90 درجة، فبقدر أغير في الشخصية. طبعا هيك حطينا هاي. كمان نضيف شوية بلو برينت تانية، بنضيف الرايفل المسدس. دقيقة بس، قبل بدي أعطي ملاحظة مهمة أنا نسيت أذكرها. الآن أنا بدي أحدد أشياء موجودة في العالم، ما بقدر أحدد هاي الأشياء وأنا يعني الوورد أوتلاينر أو الأوتلاينر الآن صار اسمه بأريل إنجن 5، هذا كان اسمه وورد أوتلاينر اللي كان بيشتغل بأريل إنجن 4، راح تلاقيها اسمها وورد أوتلاينر بأريل إنجن 4، بأريل إنجن 5 صار اسمها أوتلاينر. الأوتلاينر اللي هي أشياء بنحطها جوا العالم تبعنا، بتلك كل واحدة إلها أوتلاينر هون. الآن لاحظ أنت، أنا في عندي سلاح ما حطيته، أنا في سلاحين أنا شايف، وين السلاح الثاني؟ أنا مو شايف. سلاح مش عارف شو وداه هناك. المهم في سلاح عندنا هون، خلينا نبطئ الكاميرا شوي، صار طويل كثير. أيوة ضفت أنا السلاح، بمسكه بقدر أحركه. الآن لاحظ أنا حركته، بس لو أنا كنت على اللاندسكيب مود ما بقدر احركه، شو ما اسوي ما بقدر امسكه، وما بقدر امسك الاشياء الموجوده هون واحركها، فلازم اطلع من اللاندسكيب للسلكت مود، اكبس عليه واغير مكانه. الان بضغط انا بلاي عادي وباخذ البلو برنت اللي هو المسدس اللي احنا عندنا، وبقدر امشي في اللعبه عادي، وبقدر اضيف الوحوش، وبقدر اطلع على الجبال، وبقدر اعمل طريق وبحدد انا بالنسبه للاعب هذا كيف يتحرك. وطبعا انتم اكيد يمكن اللي شافوا فيديو في الدورة الثانية اتعلموا كمان كيف انه نوصل للماكس سبيد، انه يوصل لها الاكسلريشن. فهاي الخصائص كلياتها الموجودة هون كاركتر موفمنت اللي هي انا بشرحتها بالفيديو الدورة الثانية، كيف انك انت تتحكم بالشخصية اللي بتلعب فيها. طيب الان انا هيك بكون خلصت لكم هذا الفيديو وبنينا عالم كامل. يعني اللي انا سويتها قبل شوي كانت احلى الصراحة، كان ما كنتش بحكي مع حدا يعني، بس بجميع الأحوال
هذا المستوى، صار في عندنا جبال حوالينا، وصار عندنا وديان، وصار عندنا اماكن يمشي تحط انت وحوش هون. راح نلون طبعا هذا المستوى اللي انا سويته هسه، راح نحذفه كله وراح نسوي خريطه ونرسمها بايدنا، ونسويها على او بنسويها على نفس برنامج الرسام او فوتوشوب، بنرسم خريطه وبنرجع نعدل على هاي الخريطه وبنحطها كمان جوا البرنامج، او احنا مش حننزلها تنزيل بس حتكون الفكره في الراس عندنا، ونعرف شو بدنا نشتغل. بدل ما انا كنت قبل شوي قاعد بشتغل من راسي وكل اطلع هون حلو هون مش حلو هون زي هيك، فبصير انا ازود واعدل بطريقه عشوائيه، فما عندي مرجع ارجع عليه. الان احنا في الدورات الجايه ان شاء الله حنسوي مرجع لنا وحنبني عليه مستوى كامل، ونشوف كيف ممكن احنا نسوي مستوى احنا مخططين له اصلا ونأسسه. هيك بكون هذا خلص الفيديو، بشوف الفيديوهات اللي بعد هيك. سوي لي سبسكرايب اذا انت عجبك هذا الفيديو، ونشوفكم فيديوهات تانية وفي دروس كثير حنزلها ان شاء الله. السلام عليكم.